لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلب جيجي؟ معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا لتبييض الايدين وبرضو تبييض البشرة، من الوصفات الجميلة جدا بمكون واحد فقط وهو البصل. البصل يا بنات مفيد جدا جدا، من الخضار الاكثر استعمال اللي احنا بنستعمله كتير في المطبخ، بيدخل في المأكولات وفي السلطات وبنستهلكه بشكل كبير جدا. ده غير ان هو بيبقى مفيد جدا للجسم. النهاردة وصفتنا سهلة جدا، هنعملها بالبصل بس لان البصل بيحتوي على مضادات اكسدة وفيتامينات مفيدة جدا للجسم. النهاردة هنعمل ايه بقى؟ هتجيبي بصلة زي ما انت شايفة كده، البصلة دي هنقشرها وهقولك تستعمليها ازاي وهقولك فوائدها ايه. يلا بينا خليكي معايا علشان تشوفي فوائد البصلة ديت وهنستخدمها ازاي. اول حاجة انا هاخد البصلة دي وهقشرها كويس جدا وهقولكم هنستخدمها ازاي. ادي البصلة معايا هي بنات بعد ما قشرتها وقسمتها اتنين زي ما انت شايفة بالشكل ده. طيب هنعمل ايه بيها بقى؟ انا عايز اقولك ان البصل ده لو دلكت بيه بشرتك بينشط الدورة الدموية وبيعطي نضارة وشباب وحيوية للبشرة، غير ان هو بيحارب التجاعيد والخطوط الرفيعة اللي بتبقى موجودة تحت العين وحوالين الفم، التجاعيد اللي بتبقى موجودة برضو في الايد، بيعالج البقع والاسمرار الداكن اللي بيبقى موجود في البشرة. البصل يا بنات مفيد جدا جدا للبشرة وبيزيل اي شوائب وتصبغات في البشرة. كل اللي انت هتعمليه هتجيبي البصلة وهتقشريها زي ما انت شايفة كده وهتقسميها اتنين بالشكل ده، وهتاخدي يعني جزء منها كده وهنبدأ ندلك بيه، هنبدأ ندلك بيه ايدينا بالشكل ده كده زي ما انت شايفة. تاخدي نص البصلة وتدلكي بيه، وبرضو بشرتك تقدري تدلكيها بالشكل ده، بالشكل ده كده تفضلي تدلكي حوالي 5 دقايق او 10 دقايق تستمري في التدليك، هيديكي نتيجة ممتازة جدا جدا وبيزيل التجاعيد الموجودة في الايد وفي البشرة. بصراحة جميل جدا جدا، لو استعملتيها باستمرار هتديكي نتيجة هايلة جدا جدا. زي ما انا دلكت برضو ايدي كده، ممكن تدلكي بيه بشرتك، تدلكي بيه حوالين العين وتحت حوالين الفم، بيزيل الخطوط يا بنات وجميل جدا، وبيزيل الاسمرار اللي بيبقى موجود حوالين الفم. برضو من اهم فوائد البصل ان هو بيساعدك على يعني الخصائص المضادة اللي موجودة فيه، بيساعد من الحدة والحرقان واي التهابات موجودة، بيرطب الايد وبيرطب البشرة، بجد بجد ممتاز جدا جدا. حاولي تجربي الوصفة وتستعمليها كل يوم لبشرتك ولايدك، هتزلك اي اسمرار واي تجاعيد. مفيد جدا، وطبعا البصل غني عن التعريف وبيدخل في كل المأكولات. دي كانت وصفتي النهاردة يا حبايب قلبي، اتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. اذا عجبتكم الوصفة متنسوش تشيروها لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد، والمشتركش معايا اتمنى ان هو يشترك معايا ويشرفني في القناة، واستنوني في وصفة جديدة مع جيجي كل حياتي. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.